الحمد لله النهارده كان ماتش ليدو، ده من ثالث ماتش في الدوري، الحمد لله ربنا كرمنا بيه. احنا لسه مخلصين الدور الاولاني من بطوله منطقه القاهره، ختمناها ان شاء الله اول، هنبدا فيها ان شاء الله من يوم 29. دلوقتي احنا بنلعب الدوري، احنا ده ثالث ماتش. الدوري السنه دي طبعا مقسوم على مجموعتين 8 و8 رايح جاي، بياخد منهم اربعه. الحمد لله يمكن السنه دي من السنين الصعبه شويه، لانك ازاي تعرف تحافظ على البطولات، دي حاجه. حاجه تانية ان احنا كان السنه اللي فاتت طالعين باصابات كتيره قوي زي نصره، ويمكن نصره النهارده بدات اول مباراه، بس لسه يعني بداناها خدت حوالي دقيقتين ثلاثه بس كده احساس الملعب، لسه راجعه. عندي يارا عندها رباط صليبي ترجع ان شاء الله في شهر واحد، وعندي ساره الخولي عندها ناتش برضه في الغضروف ترجع باذن الله برضه في شهر واحد، وعندي اصابات العاديه دعاء ان شاء الله ترجع الفتره اللي جايه. اداء المباراه النهارده الحمد لله اللي احنا قلنا عليه نفذ. ممكن النهارده الشيء الجميل واللي احنا دايما بندعم بيه بنات النادي، عندنا تصعيد من 2000 و2002 كانوا موجودين في الملعب بنسبه كبيره. لا الحمد لله انا شايف ان في تقدم كويس باذن الله نكمل مشوارنا كويس. المنافسه السنه دي صعبه شويه، لان زي ما بقول لك الفرق الثانيه كلها دعمت، ودعمت من بره محترفين. احنا الحمد لله بندعم من الناشئين عندنا بنات النادي. لا انا شايف ان السنه دي في جزيره، في معادي، في سبورتنج، سموحه، الشمس، الفرق دي كلها فرق من الفرق الصعبه. حتى ليدو السنه دي احنا بنلعبه في فرق كبير وكل حاجه، بس شكله احسن. بدات البنات في القاعده عامه في بقيه الانديه عندهم قاعده كويسه، فبداوا يطلعوا زي ما بوعدهم ان شاء الله ان شاء الله، زي ما خدنا الاربع سنين اللي فاتوا ان احنا ناخد برضو كل بطولاتنا اللي جايه باذن الله، وهم طبعا ورانا ونفسنا يرجعوا ان شاء الله. بس انا عارف ان هم بيشجعونا حتى لو هم مش موجودين، لاعبتنا ان شاء الله لازم يبذلوا مجهود عالي عن اي سنه، لان السنه دي سنه صعبه، وان شاء الله انا شايف ان هم قدها. الحمد لله يعني احنا ادائنا النهارده كان حلو، طبعا في شويه غلطات في الهجوم وفي الدفاع، بس اوفرول الحمد لله انا حاسه ان احنا ادائنا كويس، بنلعب لعب جماعي، الناس اكتر ابتدت تخش عشان كان عندنا اصابات، فلا الحمد لله يعني انا حاسه ان احنا النهارده ادائنا كويس مع شويه غلطات، يعني ان شاء الله هنبقى نحسنها يعني بعدين. هو طبعا كابتن صلاح مدرب حراس المرمى بتاعنا، لا هو عامل معانا شغل كويس، هو معانا 4 سنين، فاحنا بقى اتعودنا على بعض، وكل يعني بيبقى علينا ايام بنتمرن لوحدنا كده، بس هو يعني هو مهتم واحنا مهتمين، فعملنا يعني في الاخر الحمد لله شغل كويس. منافسه السنه دي احنا يعني انا شويه احنا جونين بس السنه دي، فطبعا مش منافسه على قد ما هو احنا بنشيل بعض، فاهم قصدي؟ اللي هو ما بقاش احنا مش عدد، فاحنا الاثنين بس، فانا شوط مثلا هي شوط، هي المره دي كويسه انا المره دي كويسه، فيعني مش منافسه على قد ما احنا في ظهر بعض او ان احنا بنسند بعض يعني. وطبعا عندنا يعني جوان، في جون ابتدت تتصاعد معانا من 2002، بس هي ما شاء الله برده كويسه، فهتبتدي تخش معانا قريب. بنرحب باي حد بيطلع لنا، ما عندناش بقى حته اللي هو كبير وصغير، يعني النهارده مثلا كان في واحده 2002 كانت تلعب وينج ليفت النهارده، هي بجد ما شاء الله اداء هايل، يعني احنا كلنا قاعدين بره نسقف لها، لو انا بجد اللي هو ما شاء الله يعني عندنا جيل هيطلع يعني.